إنه بيتنيح النهاردة على رجاء القيامة نيافة الحبر الجليل، نيافة الأنبا إيزاك أسقف العام. يعني طبعا بنقدم تعزينا القلبية لكل الشعب الأرثوذكسي وللبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خالص تعزينا برضو لنيافة الأنبا بخوميوس مطران البحيرة وتوابعها ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري ومجمع رهبان الدير. طبعا لما بنتكلم على نيافة الأنبا إيزاك الأسقف العام بنتكلم على يعني نيافة حبر جليل تنيح في عمر 85 عام، قضى منهم حوالي 60 سنة في الرهبنة، بالضبط يعني 59 سنة في الرهبنة، وكان يوم ميلاده يوم 37 أكتوبر. اترهبن في البداية خالص في دير السوريان في 64، اترسم لمساعد أسقف في يونيو 78 ونال درجة الأسقفية يوم أو يعني في عام 2014 في يونيو بالتحديد. طبعا يعني بنقدم كل التعازي لكل شعب الكنيسة الأرثوذكسية ولقداسة البابا تواضروس الثاني. من ناحية أخرى قداسة البابا تواضروس الثاني والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية رثوا برضو نيافة الحبر الجليل الأنبا إيزاك، وقالوا كده من خلال منشور يعني اتكلموا فيه على أنه هو قدم نموذج للرهبنة كما يجب أن تكون. اتكلموا برضو على أنه قعد 59 سنة في خدمة الرهبنة، ودي فترة طويلة وهو ما تواناش فيها على الخدمة بشكل مكثف وشكل كبير، وقالوا برضو كده: واليوم إذا نودعه إلى السماء بعد أن أكمل سعيه الصالح بسلام، نثق أنه سينال نصيبه مع الأمناء الأتقياء في الملكوت الأبدي. بالنسبة لترتيبات التجنيز، فالمفروض أن بكرة هتكون صلوات التجنيز لمثلث الرحمات الأنبا إيزاك الأسقف العام في الكاتدرائية المرقسية بالأسكندرية. القداس الإلهي هيبتدي الساعة 8 الصبح، وهيكون فيه جثمان نيافة الأنبا إيزاك موجودة فيه، والقداس هيخلص الساعة 12، وبعد كده هيكون فيه صلاة التجنيز على طول، وبعديها يعود الجثمان تاني لدير القديس مكاريوس بجبل القلالي عشان يدفن هناك. طبعا يعني كل تعزينا مرة أخرى لكل الشعب الأرثوذكسي وكل الكنيسة القبطية، وعلى رأسها طبعا البابا تواضروس الثاني. الأنبا إيزاك كان معروف بخدمته، وكان معروف بكل يعني اهتمامه للرعية بتاعته، وإحنا بنقدم لهم وبنشاركهم العزم.